مش بس كده، على المستوى الثقافي والحضاري. أنا في مدينتين في جنب بعضين أيام الرومان غيروا ورجع حزوهم حطوهم يعني بعضهم في المتحف. فإحنا ممكن نفقد هذه الأثر مع العلم إن هي تبقى أسرع شوية عايزة أما العكس. العكس العكس. من العاملين في إدارة آثار الغرقى اللي هي ابتدت تتوسع بمشروع لمحاولة دراسة مجرى نهر النيل وتحديد المواقع الأثرية اللي فيه والآثار الغرقى ومطومس من آثار، وأصبح دلوقتي على الجرف النهري إلى آخره. ومن تجربتهم إنه من الصعوبة إنقاذ الآثار اللي في المياه العذبة أكثر من المياه البحرية. يعني سهل جدا إن إحنا ننزل البحر أو المحيط وننقذ الآثار اللي فيه، أكثر بكثير من إن إحنا ننزل في المياه العذبة. لثقة المياه إنها شديدة الظلمة، ثقيلة في الحركة، معيقة للمعدات، سرعة الطيارات فيها فظيعة جدا. فاللي إحنا بنجري في موقع ممكن نلاقيه في موقع مختلف تاني خالص، ومش بالضرورة بالحساب الطبيعي. يعني هو من كتر ما الملاحة العالمية بتتحرك دايما فيها مياه مالحة، فهم بيعرفوا سرعة الطيارات واتجاهاتها ويقدروا يقولوا من خلال العوامل لو حسبنا سرعة التيار في الفترة المعاناة يبقى لو وقع في المنطقة دي على مدار سنين هيبقى تحول النقطة دي، وبما انه في تيار معاكس بيأدين هو يرجع بالمعدل الفلاني يبقى هيرجع للنقطة من اكس لواي، وابتدوا يحسبوها. ممكن على المستوى البحري تحصل لان الخبرة والعلوم فيها متقدمة. على المستوى المياه العذبة لم تتقدم العلوم بتقيس حركة التيارات النهرية والمياه العذبة للدرجة اللي تقدر تدينا امكانيات تخمين الاثر الفلاني موجود فيه. دي حاجة. ولان الخرائط القديمة هي خرائط ليست بالدقة المطلوبة زي خرائط حملة نابليون على مصر، هي الحملة الفرنسية، ولانه ال اتفضل ولانه الحمله الفرنسيه خرائطها ليست بالدقه المطلوبه، لانه خرائط الحمله الفرنسيه ما هياش محطوطه بمناسيب. احنا الدكتور علينا فوائد السد العالي، ودلوقتي احنا دخلنا في سلبيات في بدايه سلبيات السد العالي. نتكلم عن السلبيات الثقافيه والحضاريه، وهنكتسها بعد الفتره اللي نتكلم عن الاجتماعيه والاقتصاديه والعسكريه. أول حاجة حضرتك بتقول عليها هي الثقافية والحضارية بغرق الآثار اللي كانت موجودة في مصر وفي النوبة السفلى والنوبة العليا، ولم يتمكن مشروع إنقاذ آثارها النوبة في الفترة دي من التمكن من إنقاذها، وأصبحت دلوقتي في عمق البحر. مش بس على هذا المستوى في صعوبة إن إحنا نرجع نكتشف هذه الآثار ونطلعها، لأن الخرائط اللي أنتجتها الحملة الفرنسية ما هيش دقيقة. الخرائط اللي وجدها لنا لبسوس هياش بالدقه المطلوبه، احيانا يقول بالقرب من جبل كذا، طب القرب دي كام كيلو ولا كام متر؟ باتجاه الشمال باتجاه الجنوب؟ في بعض الغموض في الكتابات القديمه بترجع من الصعوبه. موجوده في مصر؟ رسوماتها ما كانتش لسه اجل رسومات بالظبط كده. ممكن اللي يكون مرسوم كمان. احنا مع بعض الدراسات اكتشفنا هما سجلوا لنا معبد اسلام ونقلوا لنا رسومات من عليه، دلوقتي عندنا فعلا معبد اسلام. نبتدي نقارن ما بين رسوماته والحال، هنلاقي من الناحيه المعماريه الرسم شبه سليم، ولكن من ناحيه النقوش اللي هم نقلوها مش سليمه. ليه؟ لانه ما كانش لهم درايه باللوحه ومش قادرين يفرقوا. احنا عندنا الحمد لله من التنوع والثراء في العلامات المصريه فيما يخص الطيور اللي تعجز العالم اللي كان في الحمله الفرنسيه ان هو يدقق المتشابهات بالذات، خاصة فيما يخص المتشابهات. يعني احنا عندنا طائرين متشابهين جدا، زي مثلا طائر ملك الحزين وطائر اللقلق اللي هما بنقدر نقول دلوقتي عليه ابو منجل باللغة العامية، ممثل جامعة القاهرة ومعبود جفوت تحط. الرمز بتاعه قد كده من التشابه ما بينه وما بين الطائر الاخر،
زي الطائر اللي بيرمز لعلامه الوفره في مصر القديمه، والتاني اللي بيرمز للشر بيم. الاثنين من التشابه لدرجه انه بيصعب على المتخصصين احيانا تبينه. وما بيتسمى معظمهم تحت البيوت. وبالتالي ما تم تسجيله بالفعل في الصور او الرسومات بمعنى اصح عشان يكون ادق، الرسومات اللي انتجت الحمله الفرنسيه فيها اختلافات عن الواقع، فاحنا عندنا رسومات تكاد تكون تقريبيه للاثار اللي فقدت. واصبحت دلوقتي في عمق النهر. ولكن ما كنتش هنقدر ننقذها لانه التيارات الملاحيه البريه لم يتم دراستها على مستوى عالمي بشكل جيد عشان نعرف الاثر اللي كان موجود في نقطه معينه اصبح موجود فين، ولانه الخرائط اصلا بتدينا موقع محدد حتى نبتدي منه نقطه انطلاق للدراسه المبدئيه، فبالتالي في صعوبات اكثر واكثر. فعندنا كام صعوبات، فقدنا مواقع فيها معابد وفيها مقابر وفيها ايضا منشات سكنيه من الحياه العامه. فاحنا عندنا كده صعوبه جامده جدا. اطلال مساكن فقدناها. معلش برضه ملخص دقيقتين بس عشان بس. انا عارفه هي المواصلات هي الحاجه معلش. هو لسه عايز الملخص بس معلش. كنا بنتكلم مش مشكله خالص. كنا بنتكلم على السد العالي، عرضنا ايجابياته السريعه في الاول وبعد كده دخلنا في السلبيات. دخلنا في السلبيات، ومن السلبيات ابتديت اول عنصر فيها السلبيات الثقافيه والحضاريه، واتكلمت انه رغم مشروع انقاذ اثار النوبه الا انه في العديد من الاثار فقدت رغم المشروع دول، وكان سببها السد العالي. ودلوقتي اصبحت في عمق النهر، بعضها مقابر، بعضها معابد، بعضها اطلال مناطق سكنيه كانت ممكن تدينا من المعلومات من الوفره، وخاصه في مجال يكاد يكون شبه مجهول ما حتى الان في مجال الدراسات المصريه، وهي ما يتعلق بالحياه اليوميه، تخطيط المساكن، ارتفاعاتها، تقسيماتها الحياتيه. احنا كل اللي نعرفه عن نماذج الحياه اليوميه ومن المساكن هي نموذج مدينه اللاهون ومدينه دير المدينه. النموذجين فقط اللي بيمثلوا لنا حياه يوميه، ويا ريتها يبقى حياه يوميه. ده كمان مجتمع مغلق خاص بالعمال اللي كانوا مشرفين على بناء اهرامات ملوك الاسره ال 12، ده بالنسبه للاهون، ثم المجموعه الثانيه الخاصه بالعمال اللي كانوا بيشرفوا على بناء وحفر ونحت وتلوين مقابر الملوك في الدوله الحديثه. فقط نموذجين. خمس معابد اهديناهم للدول اللي ساعدتنا في معابدنا، ده كلام الدكتور. خمس معابد وواجهه في معبد في برلين، يبقى عندنا تقريبا ست اماكن كبار فيها جزء من ناتجنا القومي والحضاري والسر الحضاري، فرطنا فيه نتيجه الخبرات اللي ادتها لنا الدول العالميه اللي ساعدت في انقاذ المعابد اللي تم انقاذها والمقابر اللي تم انقاذها في مشروع انقاذ اثار النوبه من سنه 64 وما بعد. ده مش بس الجانب الحضاري والثقافي الوحيد. نتيجه بحيره ناصر مش بس اغرقت معابد النوبه اللي احنا اتكلمنا عنها، ولكن اغرقت كره نوبيه باكملها بكل ما فيها من انتاج وحياه وبيئه خاصه جدا خاصه بسكان النوبه، واضطرينا ان احنا نعمل تهجير اضطراري ليهم في ظروف غير مناسبه، اوجدنا بيئات جديده غير ملائمه لحياتهم، وبالتالي اثرنا على منتجهم الحضاري، اثرنا على انتاجهم وفولكلورهم وتراثهم، فعملنا نوع من الهزه الحضاريه ليهم والهزه الاجتماعيه والاقتصاديه، لان كمان انتاجهم تاثر بالتهجير دول، واصبحوا يعانوا من عقده اضطهاد الدوله ليهم. فده جانب من الثقافي والحضاري اللي احنا ابتدينا نبرزه، ابتدينا نوجد اشكاليات الاقليات العرقيه او الاقليات الحضاريه في مصر. ده من ضمن العناصر اللي احنا بنعتبرها اثار سلبيه من السد. طبعا التهجير وفقدان اثار مش بس فقدان قرى ومدن ومعابد ومقابر واطلال مدن قديمه، ليها تبعيات اجتماعيه واقتصاديه زي ما احنا لاحظنا. انا لما بسيب مكاني اللي انا متعود عليه طول عمري واروح لمكان انا مجبر ان انا اعيش فيه،
حتى لو المكان ده كويس من ناحية السكنية اللي هو ملائم للمعيشة. أنا حطيت فرضية هنا بالمناسبة. حتى لو هو ملائم، هل أنا إنتاجيتي هتكون بنفس درجة الإنتاجية وأنا في بيتي أصيلة؟ أكيد هتتأثر، لأنه أنا نفسياً مش في الجو اللي بيهيأ لي العمل. ده أول حاجة. فقدت الموارد الأولية الأولى اللي أنا بتعامل معاها من بيتي مباشرة وبنتج منها. بتوجد في بيئة جديدة. فأصبت مشكلة بطالة. بضطر إن أنا أوجد أي حل بديل للعمل عشان أقدر أعيش. فابتديت إن أنا أعمل ضغط على مجموعة معينة من المهن اللي ما كانش عليها نفس هذا الضغط قبل إنشاء السد والتهجير. فابتدى يعمل تكثيف على وظائف بعينها ما كانتش بيعملوا بيها النوبيين أصلا. ليه؟ لأن هم فقدوا. أنا بفضل إن أنا ما أتكلمش عنها لأنها فيها نوع من الإحراج. هم النوبيين بطبيعتهم كانوا بيعملوا بمجال السياحة بشكل أساسي. ده مش عارف وكانوا بيعتمدوا على بعض المنتجات القومية ليهم والمحاصيل اللي بيبيعوها أو المنتجات اللي بيبيعوها. فقدنا المحاصيل، فقدنا المنتجات بنسبة كبيرة، الحرفية بتاعتهم كمان في المقابل، يعني بعد ما كنا مشهورين بحرفية عالية للنوبيين في الحاجات دي ابتدت تقل، ابتدينا نوصل إن هما يقبلوا أي مهنة، وبالتالي ابتدى يبقى في ضغط على المهنة البسيطة مش ما فيش مهنة محرجة بشكل عام، ولكن هي مهنة ما كانوش بيمتهنوها، فاضطروا إن هما يمتهنوها والناس ابتدت توصلها بنظرة أقل. التعامل معاهم باعتبار ان هم بوابين، سفرجيه، عمال بنا الى اخره، ما كانتش اصلا دي مهمه. انا باكد ان المجتمع حصل فيه تحول اجتماعي وحضاري مخل بالقيمه الانسانيه لطبق معينه كانت فيه. دي من ضمن الحاجات. ننقل على بعضها. احنا فرضنا فرضيه اصلا ان المدن الجديدة اللي عملتها الدولة وأنشأتها الدولة هي إنسانية وقابلة للمعيشة، ده كمان مش حقيقي. يعني كلبشة الجديدة اللي فيها غير مدينة كلبشة الأصلية اللي هو كان فيها. كان منهم اللي بيعمل بمهنة الصيد. فقدوا مهنة الصيد. مش هما اتنقل برضه جنب محيط ناصر؟ كله اتنقل أمام السد، شمال السد، بمسافة بعيدة، بل على العكس بتصل انها كمان شمال اسوان، مدينه اسوان ذاتها بمسافه كبيره جدا، يعني بتصل في بعض الاحوال الى 120 كيلو متر، بتتراوح ما بين 55 كيلو متر الى 120 كيلو متر الامتداد الموديل الجديد. نعم؟ لا دي قصه ثانيه، دي احنا خلينا في الجزء الحضاري، هندخل على الاقتصادي والبيئه السمكيه. ده لسه الاضرار من الكسره، يعني انه انا هحاول ان انا اجملها في افكار سريعه، لان كل واحده وراها متتاليه كمان. متتاليه، وكل واحده بتوجد متتاليتها الخاصه، يعني كل نقطه منها شعبه، كل التشعب لها تشعباته الفرعيه. هي شبكه قد كده من الصعوبه، وعشان كده بعتبر ان السد العالي هو كارثه قوميه. رغم كل الايجابيات اللي ذكرتها في الاول، هو كارثه قوميه انتجها نظام الضباط الاحمر.